الفوكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما يتعلق بالفوكس بالتصوير الفوتوغرافي فوكس معاي، وإن شاء الله بسهلكم الموضوع وبتقدروا تستخدموا الفوكس بالطريقة الصحيحة. بحبشت أونلاين على اليوتيوب وعلى المواقع، بصراحة ما لقيت الشرح الوافي للفوكس، أو إنه في أشخاص بيحكوا عن الفوكس بجزئية معينة، ما بيحكوا عن الفوكس بشكل عام، ما بيحكوا عن الفوكس عن إعدادات الفوكس أو أنواع الفوكس اللي موجودة في الكاميرا، خاصة بالمحتوى العربي. في فقر شديد جدا في المحتوى العربي بموضوع الفوكس، فقررت إني أسوي هاي الحلقة عن الفوكس فيما يتعلق في التصوير الفوتوغرافي، وإن شاء الله حلقة قادمة عن الفوكس في التصوير الفيديو. يعني هاي الجزء الأول، وإن شاء الله الجزء الثاني قادم بإذن الله. طبعا اللي مش عارف شو يعني فوكس، الفوكس هو التركيز في الصورة على إيش. يعني مثلا أنت عامل فوكس على لعبة، وفي الـ في الـ في الـ في الباك جراوند مثلا بلوري، في غباش، في عتمة. فأنا إن فوكس ما خلفي أوت أوف فوكس بسموه. في عندي الفور جراوند اللي هي هاي الأشياء اللي أمامي، وفي عندي أنا الفوكس، وفي عندي الباك جراوند، هذا out of focus، أنا in focus، هذا out of focus. فدائما الفوكس هو عبارة عن range، يعني أنت في العدسة، حسب العدسة طبعا. الآن أنت عندك في بالفوكس في مسافة، يعني مثلا إذا أنت بتحدد فوكس مثلا علي وفي الباك جراوند مش فوكس، معناته أنت المسافة ما بيني وبين الكاميرا حددتها بأنه الفوكس الجزئية الفوكس تكون علي أنا. يعني ما أمامي بيكون out of focus وما خلفي بيكون out of focus. الفوكس بكل الكاميرات auto ومانيوال، AF auto focus و MF manual focus، بتغيرهم عن طريق العدسة. manual focus يعني انت بإيدك بتسوي الرول، manual يدوي. جزئية بسيطة في المانيوال focus عشان تحصل أفضل focus في وضعية المانيوال، أفضل وسيلة إنك تستخدم المكبر اللي موجود في الكاميرا، تكبس على المكبر، الكاميرا بتعطيك زوم إن بشكل كبير، بتقدر ساعتها إيش تتحكم بالفوكس عندك بشكل سهل جدا. الآن الأوتو فوكس، الأوتو فوكس طبعا بيختلف من كاميرا للتانية أسماءهم، لكن كلهم تقريبا نفس الشيء. فراح أحكي عن إعدادات الكانون، لكن الإعدادات نفسها موجودة في كل الكاميرات بأسماء مختلفة. إذا حابين تعرفوا هاي الأسماء إن شاء الله في الشرح بكتب لكم ليست بكل الكاميرات وأسماء هاي الأشياء فيها. الأوتو فوكس يعني أوتوماتيك، الكاميرا بتتحكم فيه. طبعا طريقة الفوكس بالأوتو فوكس إنك أنت بتكبس على كبسة الشتر، كبسة التصوير، نص كبسة بأخذ الفوكس، بطلع لك في مربع في نص الشاشة، إنه هذا المربع بيكون أبيض. لما تأخذ فوكس على، في حال كان الجزئية اللي بدك تعمل عليها فوكس في نص الشاشة أو في داخل هذا المربع، بيعمل عليها فوكس بضوي بصير المربع أخضر. لما يصير المربع أخضر معناته أخذ فوكس عليه. لنفترض انك بدك تاخذ فوكس لكن الجزء اللي بدك تعمل عليه فوكس هو مش في منتصف الصوره بل على جنب، فانت اذا بدك تعمل عليه فوكس راح يصير في النص عشان الدائره هاي بالنص. حل هذا الموضوع سهل جدا، طريقتين: اما انك تحرك هذا المربع عن طريق الجويستيك اللي موجوده في اي كاميرا وبتكبس نص كبسه شتر بعدين بتاخذ الصوره. في طريقه ثانيه وانا بفضلها، انك انت بدك تصور على الجزء، تكبس نص كبسه الشتر على الجزء، بتخليه بالنص، تكبس عليه نص كبسة شتر، بعدين بتحرك تعمل الكومبوزيشن تبعك، الفريم تبعك، الجزء بيكون اوريدي هو ان فوكس، تاخذ الصورة. لكن بدك تاخذ بعين الاعتبار انه حركتك ما تكون كبيرة لما تحرك، لما تاخذ الفوكس عليه ما تقدم لقدامه وترجع لورا، لانه الفوكس بيكون لوك على مسافة معينة، الفوكس بيكون محجوز خلص على هاي المسافة. اذا انت قدمت بصير اوت اوف فوكس. لازم حركتك تكون افقية بحيث انك تحفظ المسافة بينك وبين الجزئية اللي عامل عليها فوكس، خاصة اذا كان الجسم قريب عليك. طبعا لو نفتح بالكانون، كل كاميرات الكانون تقريبا فيها نفس الاسماء. للأوتو فوكس دائما في ثلاث خيارات: One shot او single shot، AI focus يعني artificial intelligence يعني ذكاء اصطناعي فوكس، و artificial intelligence servo، AI servo، بعرفش يعني servo بس احفظوها بهذا لانه كله انجليزي المنيو. الـ AI يعني artificial intelligence، في تنتين Artificial Intelligence وفي واحدة اللي هي One Shot. الـ One Shot أو Single Shot تستعمل للأجسام الثابتة. أنا بدي أصور شجرة، بدي أصور عمود، بدي أصور شخص واقف في مكان ثابت ما بتحرك، سهلة جدا. Single Shot عادة أغلب الناس بيستخدموها وهي المستخدمة دائما، يعني بشكل متعارف عليه. الـ AI Autofocus أو الـ Artificial Intelligence أوتوفوكس، الذكاء الاصطناعي أو بيسموه الهايبريد، وهذا يستعمل للأجسام المتحركة أو الأجسام اللي قد تتحرك.
مثل الحيوانات مثلا، الأطفال اللي هي حركتهم غير متوقعة، يعني جسم ثابت لكن إنه ممكن يتحرك. لنفترض مثلا أنت في حديقة الحيوانات وفي أسد، أنت بتصور في الأسد والأسد جاي باتجاهك وأنت كابس نص كبسة شتر، احمل حالك واهرب، خد كاميرتك واهرب، شو تستنى بالأسد تصور أسد؟ خلينا نحكي ابنك مثلا، ابنك جاي باتجاهك مثلا بدك تصوره، أو مثلا قرد صغير وما في اختلاف كتير كبير حسب عمر الولد. لنفترض مثلا أنه ابنك جاي باتجاهك وأنت كابس على كبسة نص كبسة الشتر، الفوكس بضل ابنك انفوكس لحد ما تاخذ الصورة، يعني الفوكس يتتبع ابنك نوعا ما، بحيث انه بطريقة الذكاء الاصطناعي باخذ الفوكس وبيخلي ابنك انفوكس. بينما لو حدث هذا الامر بالسنجل شوت وانت كابس نص كبسة الشتر وابنك اجى باتجاهك اللي هي الوان شوت السنجل شوت الخاصية الاولى، ابنك بصير اوت اوف فوكس. الخاصية الثالثة والاخيرة اللي هي AI سيربو اللي هي بسموها continuous، هاي عادة للاحداث الرياضية، اغلب الناس اللي بيستخدموها في تصوير اللاعبين مثلا، بحيث انه اللاعب في حركته المفاجئه والسريعه بيكون دائما ان فوكس. الكاميرا في هذا الحاله بتختار الفوكس بناء على طبيعه الاجسام اللي موجوده داخل الصوره، فانت بدك تكون ذكي في اختيار الكومبوزيشن، في اختيار الصوره، بحيث انه الكاميرا نفسها راح تختار وين الفوكس يكون، بحيث انه اللاعب مثلا كان يركض ممكن ما يكون بالنص، ممكن يكون على الطرف مثلا، لانه انت بتلحق في اللاعب بشكل سريع، فممكن اللقطه تكون يطلع اللاعب اوت اوف فوكس مع انها لقطه جميله جدا، وبتخسر ساعتها وظيفتك كصحفي رياضي، وبتروح بتشحد في الشوارع وبتدور على هذا وتبيع كاميراتك عشان تاكل وتشرب، وهذا الاشي ما بدناش اياه يصير. بدنا احنا انت هذول هم الاعدادات الفوكس الثلاثه المهمه موجودين في كل الكاميرات، ممكن اسماء مختلفه ان شاء الله، زي ما حكيت لكم بالديسكريبشن راح احط لكم اسماءهم بكل الكاميرات تقريبا اللي مستخدمه في عالمنا العربي، او من الكاميرات الانواع المشهوره اللي انا بعرفها. في عندي ملاحظات مهمه بالاخر لازم احكي لكم اياهم عشان تفهموهم وعشان تلموا بالفوكس بشكل ان شاء الله كبير. يعني الفوكس لما بدك تصور اشخاص او بدك تصور حيوانات لازم يكون على العين، انتبهوا ما يكون على المنخار، لانه احيانا اذا كان بالنص الفوكس باخذ فوكس على المنخار، واذا صورت واحد زيي عاده وجهي كله بيطلع اوت اوف فوكس لانه منخاري عباره عن نص متر، فانت لازم تحسب حسابك انه الفوكس يكون على العين مش على المنخار او مش على الجبين، على العين، العين لازم تكون هي الفوكس في الوجوه، وفي خاصة وكمان في الحيوانات اذا في حال الرأس موجود في داخل الصورة. كذلك لازم تعرفوا شغلة، مساحة الفوكس زي ما انا حكيت لكم باول الحلقة انه المساحة اللي فيها يكون الاجسام اللي ان فوكس، انا مثلا حاليا انا ان فوكس امام الكاميرا، المساحة هاي بتزيد وبتنقص بناء على البعد البؤري، بناء على كذلك فتحة العدسة، فأنت بتحدد إذا فتحت العدسة مثلا كانت قليلة الفوكس بكون مساحة الفوكس بتكون قليلة جدا، لذلك كل ما فتحت العدسة كانت أقل مثلا 1.8 اللي أنا بصور فيها حاليا بتكون مساحة الفوكس ضيقة، يعني أنا إذا قدمت أكثر إلى الأمام بروح out of focus، إذا رجعت كثير للوراء بصير out of focus، المساحة قليلة، أنا محدد الآن بإني أنا جالس بهذه الطريقة وبحكي مع الكاميرا. بينما في مثلا 2.8 او مثلا 4 اذا كان في اضاءه كويسه ممتازه لهاي انها تغطي الضعف الاضاءه اللي موجود، حكيت لكم في حلقه المثلث التعريض كل ما نقص هذا الرقم كل ما الاضاءه دخلت اكثر على هذا وكان بفيدك اكثر في الاضاءه المعتمه، لكن كل ما زاد الرقم كل ما بدك اضاءه تعوض هذا النقص. لذلك اذا حبيت يكون رينج الفوكس اكبر مثلا 2.8 او مثلا ماخذ عدسة مثلا 4.0 بتكون الـ بدك إضاءة تعوض، وكذلك بيكون عندك مساحة كبيرة للفوكس، لكن بتخسر الإفكت الجميل اللي هو الخلفي بيكون out of focus اللي هو البلورينس أو الغباش اللي بيكون بالخلف. وأخيرا بحب أحكي لكم أنه دائما مارس مارس مارس، يعني أنت بتكون مش مارس الشهر، لا مارس يعني أنت استخدم الفوكس كثير وصور فيه، يعني انت بتقدر مثلا تحط اجسام طاولة تتدرب على ابنك في حال انت حابب تصور بورتري، اخوك صاحبك اي حدا، ضلك تدرب اعمل هاي الاعدادات وجربها في كل شيء على اجسام ثابتة اجسام متحركة، وشوف العب لا يوم اللعب لحد ما توصل لمرحلة انك تقدر تأخذ الفوكس بطريقة صحيحة وتأخذ الصور الجميلة. كل التوفيق لكم.
جزاكم الله خير، إن شاء الله تكون فدتكم بهاي الحلقة وما كانت طويلة. استنونا في الحلقة القادمة إن شاء الله عن الفوكس في الفيديو. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.